يعني ايه روابط زمنية؟ كلكم عارفينها اصلا. وين اللي هي معناها عندما او بينما او قبل او بعد حسب السياق، وافتر بعد، وبيفور اللي هي قبل، واس سون از، as soon as بمجرد أن، وانتل يعني حتى اللي هي تساوي أساسا تل. طبعا الكلام ده كله أخذناه في الماضي البسيط والماضي التام وكمان الماضي المستمر. وعندك طبعا كلمة بيفور ليها متساويات زي مثلا باي ذا تايم، باي ذا تايم، واس سون از برضو تساويها وانس، once يعني بمجرد أن، ممكن برضو immediately، immediately بمجرد أن، طبعا ليها معنى تاني كحال معناها فورا. عندك برضو مثلا the moment في اللحظة، ولازم يكون بعدها جملة the moment I كذا كذا كذا، جملة كاملة the moment في اللحظة. وبرضو ممكن أقولها the minute في نفس الدقيقة the minute، يعني ممكن أترجمهم بمجرد أن. وعندك برضو واحدة شبههم شوية اسمها the day في اليوم اللي كذا، كل ده بعد جملة فاعل، فعل تكملة. طيب أخدنا برضو while، بس while في مكان تاني في جزء لوحدها خالص، هفهمكم قدام ليه. while اللي هي كانت تساوي just as تساوي as، برضو ده رابط ايه؟ رابط زمني. بس الفرق ما بينه وبين السابق، الروابط اللي انا قلتها when و after و before والكلام ده كله، إن لازم يكون بعدهم حدث طويل، حدث طويل. لكن after when before الحاجات دي كلها مش شرط حدث طويل، ولكن while just as و as لازم غصب عننا يكون رابط إيه؟ طويل. طبعا أنا أقصد just as أو as. مراجعة سريعة اللي إحنا شرحناه دلوقتي، time conjunctions يا شباب معناها روابط زمنية. عندك when ممكن يكون معناها عندما، ممكن يكون معناها بينما، ممكن يكون معناها بعد، ممكن يكون معناها قبل، تمام؟ after معناها بعد، before معناها قبل، وبالتالي by the time معناها قبل، as soon as معناها بمجرد أن، بمجرد أن اللي هتساوي تماما once immediately the moment the minute the day، بس لازم يكون بعدهم جملة. until معناها حتى اللي هتساوي till تماما. اتفقنا ان الرابط الزمني while معناه بينما، ولازم يكون بعده ايه؟ بعده حدث طويل. يعني كده نقدر نقول ان while بمعنى بينما تساوي when بمعنى بينما، يبقى when تيجي في الطرفين، الحدث العادي خالص او الحدث الطويل. يلا بينا بقى نخش على الامثلة عشان نفهم اكتر. مثال بيقول when I go home، لما اروح البيت، when I go home I'll call you، I'll call you، هتصل بيك. خلي بالكم تحديدا النهاردة ان شاء الله الروابط هتكون عن المستقبل فقط، لازم تكون في سياق مستقبل. هتقول لي ليه يا مستر؟ ما احنا كده كده اخدناها مع الماضي البسيط والماضي المستمر والماضي التام، خلاص خدناها في سياق الماضي، المرة دي مضارع ومستقبل. طيب نركز كده على المثال قدامكم، when I go home I'll call you. عندنا when دي بنسميها الرابط الزمني، الرابط الزمني قلنا بالانجلش اسمها conjunction او time conjunction. بعدها مباشرة بتيجي جملة الزمن او الجملة الزمنية او time close، time close بنقولها بالعربي عبارة زمنية، عبارة زمنية. الجملة اللي بعد الكما بنسميها main close، main close يعني العبارة الرئيسية، عبارة رئيسية. القاعدة بتاعت الدرس بتاع النهاردة هي تحديدا أهم نقطة في الدرس، القاعدة اللي أنا هكتبها دلوقتي لازم تحفظها زي اسمك. عندك رابط زمني، رابط زمني بيكون بعده على طول اللي هي في جملة العبارة الزمنية التايم كلوز، بيكون يا إما زمن مضارع بسيط طبعا جملة، أو مضارع تام، يا مضارع بسيط يا مضارع تام. كمان مرة، رابط زمني الجملة اللي تليه على طول لازقة فيه على طول اسمها time close، يا مضارع بسيط يا مضارع تام، يا مضارع بسيط يا مضارع تام. طيب الناحية التانية بقى بتكون ايه؟ الاحتمال رقم واحد أحد أشكال المستقبل، أحد
أشكال المستقبل. تمام كده؟ إيه هم أشكال المستقبل المشهورين؟ عندك طبعا will زائد الماستر، ده أول احتمال. عندك will be ing اللي هو المستقبل المستمر. عندك اللي هو am أو is أو are، طبعا زائد going زائد going هنكتبها تحت، زائد going to زائد مصدر، كل ده معناه سوف. تمام كده؟ وهكذا. هناخد بالتفصيل الجزء الثاني من الوحدة الثالثة، أشكال المستقبل كلها بإذن الله. ده الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في جملة المين كلوز، العبارة الرئيسية، يجي عندك imperative اللي هو الأمر، سواء مثبت أو منفي. احنا بنسميه بالعربي المنفي نهي والمثبت أمر. تمام؟ مفيش نهي في اللغة الإنجليزية، اسمها أمر مثبت أو منفي، ولكن احنا هنقربها بالعربي. طيب ما ناخد أمثلة كده عشان نثبت الكلام ده مع بعض. after ده الرابط الزمني، after. طيب عندنا بقى time close، هتكون يا مضارع بسيط يا مضارع تام زي ما اتفقنا، after I arrive، after I arrive، وزي ما اتفقنا ممكن تكون مضارع تام فتبقى have arrived، have arrived، يعني بعد ما أكون وصلت مثلا البيت home. I'll لازم الكومة، الكومة إجباري خلي بالك منها. جملة المين كلوز العبارة الرئيسية بقى هتكون إيه؟ هتكون أحد أشكال المستقبل زي ما اتفقنا. I'll مثلا I will call you، هتصل بيك مثلا. ده مثال. طيب مثال تاني للتأكيد، هناخد بالأمر أو النهي في الجزء التاني اللي هي المين كلوز. أقول مثلا when، الرابط هنا when I، أو خلينا نقول when you need مثلا، لما أنت تحتاج النصيحة when you need advice، لما تكون محتاج النصيحة call your father مثلا، اتصل باباك، call your father، اتصل بأبيك. طيب ركزوا معايا بالله عليكم في الملحوظة اللي جاية دي عشان هتساعدكم جدا في الحل، هتحذفوا كذا اختيار بسبب الحتة دي. احنا قلنا ان الرابط الزمني ده اللي هو التايم كونجنكشن دايما بعده يا مضارع بسيط يا مضارع تام، يعني اذا لا وجود لويل زائد اي شكل بعدها زائد مصدر بي اي ان جي هاف تصريف ثالث وهكذا، مش موجودة اطلاقا، اهو بالاحمر مش موجودة اطلاقا. فلما تلاقي رابط الزمني بعده مباشرة النقط في الاختيارات ويل هتحذفها، او going to وهكذا، بس اللي هي am is are going to بعدها مصدر هتحذفهم تماما، لان بكل بساطه الرابط الزمني بعده يا اما مضارع بسيط يا اما مضارع تام، وهنشرح دلوقتي امتى حاله واحده بس يكون مضارع مستمر. اخذنا في الوحده الاولى ان while تساوي as تساوي just as بمعنى بينما، واتفقنا ان دايما بعدها حدث ايه؟ حدث طويل في زمن ايه؟ زمن الماضي المستمر. ده لو كان السياق في الماضي، لكن لو مستقبل يبقى اكيد هجيب يا مضارع يا مستقبل. طيب تتخيل ايه؟ احنا قلنا ماضي مستمر في الماضي، يبقى في المستقبل هيكون ايه؟ الطبيعي هيكون ايه؟ مستقبل مستمر. لكن لا، فاكرين الملحوظه اللي احنا قلناها ان اي رابط زمني مستحيل يجي بعد ويل اللي هي كل اشكالها ويل زائد المصدر، will زائد have زائد تصريف ثالث اللي هي المستقبل التام، أو will be زائد ing، أو حتى am أو is أو are زائد going to زائد مصدر، كل ده مش موجود في اللغة الإنجليزية زي ما اتفقنا، خطأ لغة. لما تلاقي رابط زمني بعده will بأشكالها أو am is are going to المصدر، يبقى تحذف الاختيار ده على طول. طيب الحل ايه؟ اذا كده while ما ينفعش يجي بعدها مستقبل مستمر، يبقى نجيب مضارع مستمر. ركز كده معايا في المثال ده، بيقول while I am doing my homework tomorrow، يعني لما اكون بعمل واجبي بكره، my brother أخي بقى ماله
المرة دي بقى مستقبل مستمر will be playing، هيكون بيلعب مثلا football. إذا قاعدة while أو just as أو as في المستقبل إيه؟ بعدها دايما إيه؟ دايما بعدها جملة مضارع مستمر. مضارع إيه؟ مستمر، مفيش بديل، هو مضارع مستمر، تمام كده؟ إلا لو الفعل ده فعل حالة بقى، ما يجيش في أي زمن مستمر. وجملة المين كلوز اللي هي بعد الكوما، تمام؟ بتيجي إيه؟ مستقبل مستمر، مستقبل مستمر. آخر ملحوظة بقى، احنا اتفقنا ان المين كلوز اللي هي الجمله اللي بعد الكوما ممكن نقلبها تبقى قبل الرابط، يعني اتفقنا من شويه ان الرابط بيكون في الاول بعده الايه؟ المين كلوز للجمله الرئيسيه اللي هي بتكون في الغالب مضارع بسيط او مضارع تام، تمام كده؟ وكوما ثم الجمله الايه؟ الرئيسيه. لا، المره دي احنا هنعمل ايه؟ هنقلب بقى، هنجيب الجملة الرئيسية هنا، الجملة الرئيسية هنا، والرابط في النص. يعني من الآخر كده الرابط لو في النص برضه بعده على طول الإيه؟ اللي هو التايم كلوز، اللي هي المضارع البسيط أو المضارع التام، ومع وايل هيكون مضارع مستمر. أشكال المستقبل فيوتشر فورمز، هنبدأ بالشكل الأكثر شهرة ويل والماستر. ما ننساش إن ويل دايماً بعدها انفينيتيف يعني ماستر. الاستخدام من الأول لويل والماستر للتعبير عن الحقائق المستقبلية خاصة بالأرقام، زي التعبير عن عمر الأشخاص أو الأشياء أو المباني أو المباني. مثال بيقول next year my father will be 50 years old، السنة اللي جاية ده المستقبل، my father ده شخص will be 50 years old هيكون عمره 50 سنة، فحقيقة مستقبلية بالأرقام. مثال بيقول this old building مثلا will be سوف يكون 1000 years old عمره 1000 سنة، يبقى المباني أو الأشخاص أو الأشياء. ونلاحظ إن دايما will في الحالة دي بعدها be، لأن العمر بياخد be، يعني هتقول I am 50 years old، I am 25 years old، دايما في verb to be، he is يبقى دايما في verb to be، بس المرة دي هيكون be عشان بعد will في إيه يا شباب؟ في مصدر. يبقى كمان مرة ويل والمصدر أو الاستخدام ليها التعبير عن الحقائق المستقبلية خاصة عن عمر الأشخاص أو الأشياء أو المباني. طيب نيجي بقى للاستخدام رقم 2، القرارات الفورية immediate decisions التي تتخذ أثناء الكلام. وركز معايا قوي في اللي هقوله. القرار الفوري أو الكويك ديسيجن أو الإميديت ديسيجن أو أون ذا سبوت ديسيجن، يعني القرار في نفس البقعة في نفس المكان هتقوم تعمل حاجة، يعني مش قرار مؤجل للمستقبل، لا ده انت هتقوم تتخذ القرار فورا وبتعمله. مثال The phone is ringing I will answer it، عندنا دلوقتي التليفون بيعمل ايه يا شباب؟ بيرن. طب ايه القرار اللي انا هعمله فورا؟ ان هرد على التليفون ده، عشان كده استخدمنا will والماستر. كمان مرة ال immediate decisions او ال on the spot decisions او ال quick decisions لازم ويل والمصدر، والقرار ده مش مؤجل، لا ده في التو اللحظة. يعني نقدر نقول ان ويل والمصدر هنا تعبر عن مستقبل لحظي مش بياخد وقت، في حاجة بتحصل فباخد قرار بناء عليها، يبقى ويل والمصدر. الاستخدام الثالث العروض والطلبات اللي هي offers and requests. مثال I will carry the bag for you، ده بنسميه offer، يعني كده عرضت عليه. Will you bring me some tea؟ لو سمحت ممكن تجيب لي شوية شاي لو سمحت، يبقى ده اسمه request يعني طلب. يبقى في الـ offers أو requests أو العروض أو الطلبات will والمصدر. طيب الاستخدام الرابع بنستخدم will والمصدر في الوعود والتهديدات. promise معناها وعد و threat معناها تهديد. مثال على وعد بيقول I promise I will buy you a laptop if you get the full mark، ده بنسميه promise وعد. انا اوعدك ان انا اشتري لك لابتوب لو انت جبت الدرجه النهائيه، يبقى استخدمنا ويل والمصدر خاصه في وجود كلمه بروميس يعني يعد. طيب مثال على التهديد study hard or I will tell your parents، ذاكر بجد والا ساخبر والديك، ده بنسميه threat يعني تهديد. الاستخدام الخامس لويل والمصدر تنبؤ دون دليل prediction without evidence، prediction without evidence. مثال
I think it will be hot today. أعتقد إنها تكون حر النهاردة. أنا أعتقد إنها تكون حر النهاردة. مفيش أي دليل قدامي، يبقى ده تنبؤ دون إيه؟ دليل، إحساس منه مثلا. تمام؟ طيب بص على المثال اللي جاي ده وركز فيه قوي. He is clever, he will succeed. طيب هنا التنبؤ دون دليل. هتقول لي طب إزاي يا مستر وهو شاطر؟ He is clever، هو شاطر. بص يا شباب، الدليل في اللغة الإنجليزية معناها تغير موقف، يعني شيء مؤقت. الدائم لا يعتبر دليل، إذن الصفات الدائمة ليست إيه؟ دليل. والصفة الدائمة إنه شاطر هنا، فده مش دليل. لكن لو تغير الأمر وبقت شيء مؤقت، يبقى ساعتها دليل. وده نشرحه بالتفصيل مع am, is, are, going to والمصدر. الاستخدام السابع لwill والمصدر في جملة جواب الشرط في حالة if الأولى. مثال على حالة if الأولى: If you study hard, you will succeed. أداة الشرط اللي هي if. ثم جملة مضارع بسيط، جملة مضارع بسيط دي في الجملة اللي بعد if على طول. ثم فاعل will والمصدر، فاعل will زائد المصدر ده في الجملة الرئيسية اللي هي المين كلوز، المين كلوز أو بنسميها جملة جواب الشرط. يبقى كمان مرة، في جملة جواب الشرط أو المين كلوز في حالة إف الأولى بيكون في فاعل will والمصدر. طب الاستخدام الثامن اللي شرحناه بالتفصيل أساسا في الدرس الأول والثاني في الجزء الثاني أو المين كلوز من جمل الروابط الزمنية اللي هي as soon as بمجرد أن، after اللي هي بعد، before قبل، until حتى، when وهكذا. بس بشرط الرابط ده، الرابط الزمني، يكون دال على إيه؟ على المستقبل. مثال بيقول after I finish أو have finished secondary school I will join university، يعني بعد ما نكون خلصت الدراسة الثانوية هنضم للجامعة. عندنا رابط زمني هنا after، ثم بعده يا مضارع بسيط يا مضارع تام زي ما اتفقنا، وبعد الكومة في المين كلوز بيكون في أحد أشكال المستقبل أو أمر أو نهي. هنا بقى أحد أشكال المستقبل هو will والمصدر. طيب رقم 9 بيقول لك مع تعبيرات معينة تدل على إبداء الرأي أو التنبؤ أو التوقع بشرط عدم وجود إيه؟ دليل. إيه التعبيرات دي؟ زي مثلا expect معناها يتوقع، assume يفترض، be afraid يعني يخشى، believe معناها يعتقد أو يصدق أو يؤمن، think برضو معناها يعتقد، hope يأمل، certainly بالتأكيد، perhaps ربما، probably من المحتمل، sure يعني متأكد أو بالتأكيد. تمام كده؟ لما تلاقي على طول التعبيرات المعينة دي بس بشرط تكون دالة على المستقبل وما يكونش فيه دليل، يبقى فيه شرطين: تكون دالة على المستقبل، تنبؤ في المستقبل، إبداء رأي في المستقبل، توقع في المستقبل، وما فيش عندك دليل، على طول تستخدم will والمصدر. أمثلة بيقولك he will probably pass the test. في المثال ده بقى تحديدا بيقولك من المحتمل، من المحتمل في المستقبل، يبقى will والمصدر. ولاحظ ان probably ممكن نبدأ بها الجملة، فنقول probably الـP طبعا capital وبعدها كومة، probably he will pass the test. طيب لو عندك توقع في المستقبل هتستخدم will والمصدر زي المثال ده: if I expect، او هنا I expect that Egypt will win. I expect انا اتوقع ان مصر هتفوز. طيب لو انا متأكد في شيء هيحصل في المستقبل زي المثال ده: I am sure انا متأكد، يبقى will والمصدر he will come ان هو هيجي. الاستخدام العاشر والأخير بيقول لك يمكن استخدام shall بدلا من will مع I و we. يبقى خلي بالك، يبقى shall مش بتيجي غير مع الفاعل I أو we اللي هو ضمير المتكلم. امتى بقى؟ في حالة تقديم الاقتراحات، دي أشهر واحدة، أو الاستفسار عن الأوامر والتعليمات، وعند التصميم على عمل شيء، أو السؤال المزيل، دي تاني أشهر واحدة. أمثلة بيقول لك shall we go to the zoo؟ Shall we go to the zoo ده suggestion يعني اقتراح، ما تيلا بينا نروح الحديقة، بس على هيئة سؤال، يبقى استخدمنا shall. يبقى كمان مرة shall ما بتجيش غير مع I أو we فقط. طيب let's go swimming دي جملة خبرية، يلا بينا نروح السباحة، shall we السؤال المزيل بيكون shall we على طول، بس هنا بقى إجباري shall. يبقى في السؤال المزيل على let's دايما في shall، shall we أو shall I وهكذا. الشكل الثاني من أشكال المستقبل am is are going to المصدر، am is are going to ولازم مصدر بعدها. استخدام الأول:
حدث مخطط له، عبارة عن نية أو قرار لحدوثه في المستقبل، خاصة مع تعبيرات زي intend معناها ينوي، واسمها intention يعني نية، و decide يقرر، واسم decide decision يعني قرار، plan يعني يخطط أو خطة، make up mind تساوي بالظبط decide، أو أي تعبير يدل على نية أو قرار. طب مثال: I have decided that I'm going to study hard. نركز الأول على المثال الأول، بيقول I have decided، أنا بالفعل قررت، مضارع تام، هو لسه مقرر، تمام؟ وفرق بينها وبين القرار السريع اللي هو will والمصدر، القرار السريع أو الفوري تقوم تعمله، لكنها بيقرر ويأجل للمستقبل. I have decided، أنا قررت that I'm going to study hard، إن أنا ناوي السنة دي مثلا أذاكر بجد. عندك تعبير دال على قرار اللي هو have decided، يبقى لازم تستخدم am is are going to المصدر، الفعل هنا I وبالتالي am. ما تنساش ان going to بعدها مصدر. طب المثال الثاني بيقول he is going to buy a new phone as planned. as planned معناها كما هو مخطط له، تمام؟ عندك planned، ده تعبير دال على ايه؟ plan يعني خطة، صح؟ وبالتالي going to المصدر، وقبلها يا am يا is يا are، هنا is طبعا عشان he. الاستخدام التاني بقى اللي هو عكس will والمصدر، كنا قلنا التنبؤ بدون دليل will والمصدر، لكن المرة دي التنبؤ بايه؟ بدليل ملموس او مرئي او صفة مؤقتة او موقف مؤقت، ده بنسميه prediction with evidence، يعني تنبؤ بدليل. امثلة هقول مثلا the sky is really dark I think it's going to rain، عندي هنا دليل مؤقت اللي هو السماء دايما صافية، بس النهاردة مش صافية، dark يعني ايه؟ يعني بها غيوم سوداء مثلا، وبالتالي في اعتقاد ان ايه؟ في اعتقاد جازم هنا او مبني على دليل شايفه بعيني، وبالتالي going to المصدر. يبقى التنبؤ بدليل ملموس او محسوس او مرئي او صفة مؤقتة، يبقى على طول going to والمصدر. الاستخدام الثالث للتحذير من اشياء على وشك الحدوث، حاجة هتحصل خلاص، حاجة على وشك الحدوث. مثال بيقول be careful أو take care أو watch out أو look out the baby is going to fall، الولد إيه؟ هيقع. يبقى أنا بنبه واحد، خاصة مع التعبيرات اللي قدامكم دي اللي هي be careful أو take care أو watch out أو look out، ودايما بعدها exclamation mark علامة تعجب، دايما الجملة اللي بعدها الحاجة اللي على وشك الحدوث هتبقى am is are going to والمصدر. رقم 4 تعبير غير شائع اللي هو الطموح المستقبلي future ambition، مثلا I am going to be a famous scientist one day، ده أنا هكون إيه؟ عالم مشهور في يوم من الأيام. الشكل الثالث لأشكال المستقبل future continuous المستقبل المستمر، ونحفظ تكوينه كويس جدا، will be زائد verb زائد ing، will be زائد verb زائد ing. المستقبل المستمر يعبر عن حدث سوف يكون مستمرا في وقت معين في المستقبل، يعني عندنا مستقبل أي كلمة دل على المستقبل ولازم يكون في وقت معين، يبقى على طول حدث ده سوف يكون مستمرا، يبقى will be زائد ing. مثال I will be meeting some friends tomorrow at 7 PM، عندنا الوقت المعين اللي هو الساعة 7 والمستقبل tomorrow، وبالتالي هيكون مستقبل مستمر will be زائد verb زائد ing. ومعنى المثال هكون بقابل بعض الأصدقاء بكرة الساعة 7، ده يفكرنا بزمن إيه؟ الماضي المستمر اللي أخذناه في الوحدة الأولى، نفس الفكرة تماما. الماضي المستمر كان يعبر عن إيه؟ حدث كان مستمرا في الماضي في وقت معين، صح؟ في الماضي في وقت معين، هي نفس الفكرة بس المرة دي مستقبل. الاستخدام الثاني حدث سيكون مستمرا أثناء وقوع حدث آخر، الحدث الذي سيكون مستمرا مستقبل تام، الحدث الآخر يا مضارع بسيط مع when مثلا أو مستمر مع while. طيب مثال while I am cleaning my room، بينما أكون أنظف حجرتي علي will be doing his homework، علي هيكون إيه؟ بيعمل واجبه. الكلام ده برضو شرحناه بالتفصيل الممل في الدرس الأول والتاني، واتفقنا إن while بعدها شكلين، يا ماضي مستمر لو ماضي، يا مضارع مستمر لو مستقبل، والناحية التانية في الغالب هيكون will be زائد verb ing لو الحدث ده مستمر، لو لحظي يبقى will والمصدر، لكن هنا أداء الواجب ده مستمر يبقى will be doing. مثال تاني بوين بيقول when أحمد comes home I will be having my dinner،
لما احمد يرجع البيت وساعتها comes او has come، يا مضارع بسيط يا مضارع تام زي ما اتفقنا. I will be having my dinner، هكون ساعتها بتعشى او بتغدى، حدث ايه طويل I will be having. وما تنسوش ان have ما بتجيش في المستمر بمعنى يمتلك فقط، اي معنى تاني تيجي. الاستخدام الثالث، حدث سيكون مستمرا كجزء من روتين، انت دايما بتعمل الروتين ده. مثال I will be seeing Fadi tomorrow. I always meet him at work. الروتين اني دايما بقابله في الشغل، فانا هشوفه بكرة. يبقى ممكن استخدم المستقبل المستمر وركز على الاستخدام الثالث كجزء من الروتين. مثلا ممكن اقول مثال تاني I will be seeing Ahmed tomorrow. I always take lessons with him. ده انا دايما باخد دروس معاه. تمام؟ ده روتين بيحصل، فاستخدمنا مستقبل مستمر. الاستخدام الرابع، للتنبؤ بعملية أو ظاهرة مستقبلية والحدث ده سيكون سائد ومتعرف عليه في المستقبل. يعني مثلا In 100 years، في خلال 100 سنة People will be suffering from fewer diseases، الناس ستعاني من أمراض أقل. يبقى عندك حدث هيكون سائد اللي هو إيه، التغلب على معظم الأمراض بالتقدم مثلا الطبي، فالحدث ده ما يكون سائد يبقى مستقبل إيه مستمر. الاستخدام الخامس والأخير، مع روابط السبب والنتيجة اللي هي because أو as أو since، بمعنى لأن، لازم يكون معناهم لأن، لإعطاء مبرر لشيء في المستقبل. وركز على الاستخدام ده هتتسأل فيه كتير. بيقولك I can't meet you tomorrow، أنا مش هقدر أقابلك بكرة. طب المبرر إيه؟ As I will be revising for exams، لأن هكون براجع للامتحانات. تمام كده؟ يبقى حاجة هتكون مستمرة. من الآخر كده المستقبل المستمر ده هترجمه كالتالي، حاجة هتكون مستمرة، هكون بعمل حاجة، هكون بعمل حاجة، ده اسم المستقبل المستمر، لازم تترجمه كده. معذرة الاستخدام الخامس مش الأخير، عندنا لسه السادس والسابع. الاستخدام السادس بيقول أيضا يمكننا استخدام المستقبل المستمر للطلب المهذب اللي هو polite request، طلب مهذب. مثال Will you be using your calculator tomorrow؟ هو أنت هتكون بتستخدم الآلة حاسبة بتاعتك بكرة؟ طبعا هنا بيطلب منه ضمنيا كده، محتاج الآلة حاسبة بتاعتك. Will you be using your calculator tomorrow؟ يبقى الطلب المهذب polite request مع المستقبل المستمر، الطلب المهذب مستقبل مستمر. الاستخدام السابع، لا ننسى أي فعل حالة سواء أفعال الحواس أو الإدراك أو المشاعر أو التملك، لا نستخدمهم مع أي زمن مستمر، وزي ما اتفقنا القاعدة دي موجودة مع أي زمن مستمر. عشان كده مثلا لو هقول at 7 tomorrow، عندك وقت محدد اهو اللي هو at 7 ومستقبل وقت معين في المستقبل، يبقى المفروض مستقبل مستمر. ولكن الفعل contain معناها يحتوي، ما يجيش في الاستمرار، ده فعل لحظي، فعل حالة ما ينفعش يجي في الاستمرار. ما ينفعش اقول ان حمام السباحة سيكون عمال يحتوي، عمال يحتوي على شيء مش جاي، سيحتوي، يبقى ساعتها مش هنستخدم المستقبل الايه المستمر، لان ده فعل حالة، وبالتالي هنجيب البسيط منه اللي هو will والمصدر. ننتقل بقى للشكل الرابع، المضارع المستمر present continuous، اللي هو تكوينه am is are زائد verb زائد ing. am is are زائد verb زائد ing هو اساسا اصلا المضارع المستمر يعبر عن ايه، عن حاجه بتحصل دلوقتي. يستخدم زمن المضارع المستمر في الاساس للتعبير عن حدث يحدث الان، يحدث ايه الان، ولكن يمكن استخدامه في المستقبل ليدل عن ترتيبات، خاصه مع التعبيرات زي arranged مرتب، made arrangements عمل ترتيباته، prepared جهز، وهكذا. خلي بالكم انا قبل كده كنت قلت لكم ان going to مجرد كلام فقط، طب امال الافعال ايه؟ هي دي اللي هو المضارع المستمر present continuous. يبقى المضارع المستمر مش اقوال ولكن افعال. مثال بيقول we are traveling now، احنا مسافرين دلوقتي. we are on our way to Cairo، احنا في طريقنا للاسكندرية. يبقى يحدث الان حاجة بتحصل دلوقتي ان هو مسافر اسكندرية، ده اول استخدام لي، حدث يحدث الان. طيب في المستقبل هيكون ترتيب مستقبلي زي المثال ده We are traveling to Cairo at 5 tomorrow، احنا مسافرين للقاهرة بكرة الساعة 5. Everything is arranged، الجملة دي اهم العادة، Everything is arranged، كل حاجة مترتبة، وبالتالي استخدمنا arranged يبقى مضارع مستمر.
يبقى أول استخدام للمضارع المستمر في المستقبل أحداث يرتب لها أو مرتب لها، مش كمان يرتب، ده مرتب لها، ترتيبات مستقبلية future arrangements. طيب المتحدث بقى لو ضاف خطوة اتخذها للترتيب للحدث ده برضه هستخدم مضارع مستمر. مثال: I am watching the match at the stadium next Friday. أنا هشاهد الماتش في الاستاد الجمعة اللي جاية، وراح ضاف خطوة اللي هي I have already booked a ticket، بالفعل أنا حجزت إيه؟ تذكرة. الاستخدام الثالث: هناك أحداث مستقبلية من الصعب أن تكون قرارا مفاجئا، ويكون من المفهوم ضمنيا أنه تم الترتيب لها. يعني مثال بيقول Tomorrow I'm watching a football match with my friend، وعملية مشاهدة الماتش أكيد محتاجة تذكرة وحجز وهكذا، أنت رايح استاد صح؟ وبالتالي مفهوم ضمني أنك عملت الإجراءات اللي احنا قلناها من شوية اللي هي إيه؟ I have already booked a ticket. عشان كده استخدمنا مضارع مستمر. يبقى كمان مرة المضارع المستمر في المستقبل ترتيبات، ترتيبات. طيب الاستخدام الرابع بيقول لكم مع روابط السبب والنتيجة اللي هي because أو as أو since لإعطاء مبرر لشيء في المستقبل. تقول يا مستر أنا سمعت حاجة زي كده في المستقبل المستمر. آه ما هي نفس الفكرة بالظبط. مثال: I can't meet you tomorrow as I am revising for exams. أنا مش هقدر أقابلك بكرة عشان أنا براجع الامتحانات. آه يبقى I am revising أو I will be revising، الاتنين صح تماما. يبقى في حالة إعطاء مبرر لشيء في المستقبل، المستقبل المستمر أو المضارع المستمر، الاتنين صح تماما 100%. الشكل الخامس المضارع البسيط present simple، وده أبسط شكل. وما ننساش إن المضارع البسيط يتكون من I, you, we واسم جامع ثم مصدر فعل، أو he أو she أو it واسم مفرد s e s i e s. تمام؟ طيب بنستخدم أساسا المضارع البسيط ليعبر عن إيه؟ عن عادات وأحداث متكررة وحقائق وهكذا. لكن في المستقبل يعبر عن جدول مواعيد، جدول إيه؟ مواعيد اللي هي time table. مثال: The course starts in October. My plane leaves at 7:30 tomorrow. بدأنا بالحاجة اللي في الجدول المواعيد اللي هو الكورس مثلا، الدورة التدريبية، أو بلين الطائرة، أو ترين القطار وهكذا، دايما بعدها مضارع بسيط سواء باس أو من غير اس، لأن ممكن الفعل يكون جمع. يعني the course دي مفرد، لو قال the courses يبقى start مش starts. تمام؟ يبقى عندك start أو starts، leave أو leaves، take off أو takes off، حسب الفعل مفرد أو جمع. ولو جدول مواعيد يبقى مضارع بسيط 100%. الشكل السادس والأخير من أشكال المستقبل المستقبل التام future perfect. future perfect تكوينه كالتالي: في المعلوم بيكون will have زائد تصريف ثالث، will have زائد تصريف ثالث، will have زائد تصريف ثالث. في المجهول بنضيف been زي وزي أزمنة التام كلها. طيب يعني ايه مستقبل تام؟ بنترجمه بالعامية هيكون خلص، هيكون خلص او هيكون عمل او ايا كان. طيب وبالتالي الاستخدام الاول يستخدم المستقبل التام ليعبر عن حدث سيكون قد اكتمل، سيكون قد اكتمل قبل وقت معين او حدث اخر في المستقبل. مثال: The surgeon will have done the operation by 5 PM tomorrow. الجراح هيكون عمل العملية بحلول الساعة 5 بكرة، قبل الساعة 5. يبقى كلمة باي أخذناها قبل كده مع الماضي التام لتدل على حدث تم قبل حدث في الماضي، لكن المرة دي بقى في المستقبل. كمان مرة The surgeon will have done، هنترجمها الجراح هيكون عمل. طيب كده ده وقت معين مش جملة مش حدث آخر. طيب مثال على حدث آخر: The surgeon will have done the operation by the time، يعني قبل بس اللي بعدها جملة كاملة، the patient المريض wakes up، يفيق أو يستيقظ. يبقى الأولانية كانت إيه؟ الوقت المعين قبل وقت معين، لكن المثال الثاني حدث آخر في المستقبل. يبقى نركز في المستقبل. الاستخدام الثاني للمستقبل التام بيجي مع كلمات زي مثلا الكلمات اللي جاية في الأمثلة دي، بيقول in four years time، في وقت قدره 4 سنوات، The government will have built 100 bridges. الحكومة هتكون بنت 100 كوبري. ركز أنا ذكرت العدد زي ما خدنا مع المضارع التام والمضارع التام مستمر. لو ذكرنا العدد هتكون مضارع تام بسيط.
والماضي التام والماضي التام مستمر. لو ذكرنا العدد، عدد مرات حدوث الشيء، هيبقى ايه؟ يبقى ماضي تام بسيط مش مستمر. ونفس الفكرة هنا، هتكون مستقبل تام بسيط مش مستقبل تام مستمر. طبعا اللي هيفرض الزمن المعنى بتاعه، هنترجم المعنى هيكون خلص، يبقى مستقبل تام، خاصة مع أوضح التعبيرات اللي هي باي أو باي ذا تايم. لما تلاقي باي يعني بحلوله بعدها زمن في المستقبل، وباي ذا تايم بعدها جملة في المستقبل، خاصة يا مضارع بسيط يا مضارع تام، يبقى ساعتها على طول وانت مغمض في النقطة هتختار مستقبل تام. طيب مثال تاني بيقول within 2 hours time، في خلال وقت قدره ساعتين، the doctor الطبيب will have finished the patient's treatment، هيكون خلص علاج المريض، هيكون خلص، يبقى مستقبل تام. المثال التالت he won't have come till 3 o'clock، يعني مش هيكون جه حتى الساعة الثالثة. يبقى till هنا مش بعدها جملة، فاكرين قلنا till و until ممكن تيجي في ترتيب الأحداث والكلام ده كله، ويجي بعدها ماضي ايه؟ تام لو هي في الماضي. لو هي في المضارع هيكون يا مضارع بسيط يا مضارع تام، صح؟ لا، مش هي مش معناها هنا خالص، معناها حتى او لغايه وقت، يعني زي ما بنقول بالعاميه. طيب يبقى اذا في المثال ده تحديدا استخدمت ليه المستقبل التام؟ عشان المعنى بيقول لك هو مش هيكون جه، مش هيكون جه لغايه الساعه 3. آخر نقطة وأهم نقطة، التفريق ما بين الثلاث أزمنة، المستقبل التام والمستقبل البسيط والمستقبل المستمر، في ثلاث أمثلة. مثال أول بيقول when mom arrives home، لما ماما تصل البيت، ممكن أقولها arrives أو has arrived زي ما اتفقنا، مضارع بسيط أو مضارع تام. we will have cleaned our rooms، في الحالة دي will have cleaned، ده مستقبل إيه يا شباب؟ ده مستقبل تام، يعني حاجة هتكون تمت قبل حاجة، حاجة هتكون تمت قبل حاجة. يبقى ماما لما تكون وصلت هنكون بالفعل احنا ايه؟ خلصنا التنظيف. طيب نشوف المثال اللي بعده when mom arrives home we will clean our rooms. يبقى بمجرد ما توصل هنا بقى هنبدأ ننظف. يبقى دايما المستقبل البسيط هتبدأ تعمل الحاجة، يبقى كده ايه؟ هيبدأ التنظيف مجرد ما ماما تيجي. المثال الثالث when mom arrives home we will be cleaning our room، ده زمن ايه يا شباب؟ ده مستقبل مستمر، يبقى حدث سوف يكون مستمرا في وقت معين في المستقبل. يبقى لما ماما تصل البيت هنكون عمالين ننظف، في لحظة وصول امي احنا هنكون شغالين. وبالتالي لازم نركز على معنى كل زمن واستخدامه، هتلاقي نفسك بتجاوب صح وتترجم صح ان شاء الله.